الموضوع ديال الحريات الفرديه بزاف ديال الناس انا كنقلكم من الهواجس ديال الناس اللي كيقول لي علاش كتعطي انت في هذا الموضوع الان في هذه المرحله بالضبط، هل هو اولويه؟ بالنسبه لموضوع الحريات الفرديه هناك عدم فهم الموضوع منين خرج النقاش ضد الرأي العام وانقسمنا لتوجهين. توجه يتصور بأن هذه دعوة إلى هدم القيم ديال المغاربة سواء اللي عندها بعد ديني أو أخلاقي أو حضاري، وهناك تصور كيعتبر بأنه مشى نحو نزعة استعراضية فيها شوية ديال الاستفزاز للشعور العام أيضا. أنا بالنسبة لي لا هذا ولا هذا غيكون سليم. موضوع الحريات الفردية موضوع يجب مقاربته بهدوء، لأن الحريات الفردية هي جزء أيضا من الحريات الجماعية وهي اختيارات خاصة حينما تمارس في الفضاءات الخاصة بعيدا عن التعاقدات المجتمعية اللي كتلزم واحد النوع ديال الحدود واحترام النظام العام وتعاقدات المجتمع، ما خصش الدولة تدخل فيها وما خصش يكون عندها علاقة بالقانون، فهي اختيارات خاصة ديال الناس خصنا نحترموها لأنها من أصل الحرية اللي متع بها الله البشر واللي أيضا الدولة مسؤولة أنها تحميها عند الناس. أنا أتصور بأنه النقاش ديال الحريات الفردية لقبط السكة السليمة ديالو، ما كانتش فيه مزايدات وما كانش فيه تصنيفات واتهامات من هذا الجانب أو ذاك، يمكن لنا نديرو فيه تطور يراعي التحولات اللي كاينه في المجتمع ولكن دون أن يمس بمجموع التعاقدات العامة وبالأسس ديال المجتمع والقيم ديالو، لأن هي الضامنة أيضا للاستمرارية بواحد الشكل اللي ممكن يكون سليم. إن كان من إيجابية في كل الموضوع وكل ما يدور من جدل اليوم حول موضوع الحريات الفردية فهو برأيي فتح هذا النقاش هذا النقاش إلى أمد قريب. كان من المستحيل أو أقل شيء أنه من الصعب بما كان طرحه في عدة منتديات طرحه على وسائل الإعلام. اليوم نرى أن تناول الموضوع أصبح بشكل كبير جدا، المتدخلون في هذا الموضوع أيضا أصبحوا كثر ومن مختلف التخصصات ومن مختلف الاتجاهات. أيضا هناك نوع من التزعزع عن كثير من المواقف والمسلمات السابقة بخصوص هذا الموضوع لدى عدد من هذه التيارات سواء مع المنادين أو مع الممانعين. هناك حركة شبابية كبيرة اليوم تفتح النقاش حول هذا الموضوع، وبالتالي أعتقد أننا نعيش حالة صحية في جميع الأحوال، وأن هذه الحالة الصحية أنا متفائل في أنها ستنعكس مستقبلا على حتى على القوانين المؤطرة لهذا الموضوع. كنهنا بزاف هاد الطلبة وهاد الشباب على مشاركتهم ومساهمتهم في الاختيار ديال هذا الموضوع ما بين بزاف المواضيع اللي كتهمهم.